هذا يعني ماشي غريب على مدينه مراكش، كما كنعرفوا زعيني في جميع الاعياد كي جميع خصوصا السياح الداخليين كيتوافدوا على مدينه مراكش. مدينه مراكش خصوصا في هذا لا سيزون، يعني في هذه الوقيته اللي كتكون كنقولوا لها حنا الذروه ديال السياحه في ساحه جامعنا، وجات كذلك موازيه مع عيد الفطر. وكما كنشوفوا الحمد لله كاين الناس كثار خصوصا السياح الداخليين، وكذا ما نساوش بان حتى السياح الخارجيين كاينين تيتوافدوا على مدينه مراكش وخصوصا ساحه جامعنا. والدليل بانه راه دابا الطرقات عماد الزراعه عامرين والحمد لله، وكما كنعرفوا هذه هي الوقيته ديال لاهوت سيزون. واكثر من هذه بان هذه الوقيته تتكون مدينه مراكش تتكون شويه الحال فيها سخون شويه كما كنشوفوا بحال اليوم. فلهذا يعني من الاسباب اللي كتخلي، وكنعرفوا بان جماليه مراكش والحمد لله كنعرفوا خصوصا من بعد يعني ديك السنه ديال الكورونا كاين واحد الرواج كبير ديال السياح، وهذا الحمد لله جا من بواحد بزاف الحوايج، منها الامن والاطمئنان اللي كاين في بلادنا العزيزه، وكذلك ما نشوفش الدور الفعال اللي لعبوا المنتخب الوطني المغربي في قطر، يعني فاش وصل للدومي فينال الحمد لله جاد عاوتاني زاد واحد الرواج كبير لمدينه مراكش. ولكن الا جيت عاوتاني ناكد لك مزيان بخصوص السياحه الخارجيه والامن اللي كاين في بلادنا، ومن هذا المنبر تنشكر جميع الناس، السلطات الامنيه ولا السلطات المعنيه، بانه الحمد لله على الدور الفعال اللي كيقوموا به في مدينه مراكش. حنا جينا من الرباط، ومراكش هي لا بيل ديستيناسيون، حنا عندنا شاك فوا كنجيو ليها، لان ولات هي دوبي توجور هي بلد سياحي بامتياز، وكنا كنجيو لها غير في الصيف. دابا نو، دابا وسعت السياحه ديالها وكبرت، ولات اون بلان سيزون يعني العام كامل، وهي سياحة فيها زوينة. ومراكش سبحان الله العظيم بحال كنقولوا حنا ولافة، يعني على أساس أنها ما كتمش منها، تي تخوف توجور دي زاكتيفيتي، حتى في لوتيلغي إلي أون بون، كاينة أن بون أكوي، واش فهمتي كيفاش؟ يعني أوتوماتيكمون دايما مرتاح، الناس ديالها إيسون شالوغو، إيسون أكويون، يعني مضيافين الناس ديالها، الناس البهجة كتعرف. فوالا يعني الا اكيونت ما كتملش منها، ولا ماجوريتي دي طون سبحان الله العظيم كنجيو عوالين على ان ويكاند ولا كنصدقوا 4 ايام 5 ايام، فهمتي سبحان الله العظيم ولافه. عجبني الاجواء بزاف مراكش هنايا، انا جيت من طنجه عندي عطله وجيت باش نشوف الاجواء هنا كي كتكون. بصراحة جمع الفنا غزال، الحويجات اللي عجبوني في مراكش هي داكشي الشعبي، الاجواء زوينة، كلشي بصراحة غزال، طبيعة الحال معاملة غزالة عندهم، الناس زعما كيتعاملوا بمعاملة طيبة بزاف والله فين ما مشيتي، يعني سواء شريتي سواء مشيتي كتسارى سواء في أي بلاصة. وهي السياحة كاينة السياحة الحمد لله، تيلقاو راحتهم من كل شيء، كاينة فرجة في الساحة جامع الفنا، كاينين قناوة، كاينين عيساوة، كاينين ناس الغيوان ولا سيدي حماد وموسى، كاينين صحاب القرادة، سيلقاونا مع سيدي المعاملات والثقة الكاملة. هي الناس تاع مراكش والناس ديال الفرجة ديال ساحة جامع الفنا تا هما تيخدموا باحترام وتيخدموا بتقدير كاع أي واحد كاين هنا في ساحة جامع الفنا.